ولكن اللجنة لم تتوقف عن العمل ولم تتوقف عن الاجتماعات ومتابعة الأوضاع الصحية في البلاد وما يتعلق بها وإجراءات الحظر وغيره. ظللنا في اجتماعات متواصلة. اليوم كان اجتماع حاسم، استمعنا فيه إلى تقارير مطولة جدا من وزارات الإدارات المختلفة، بما فيها طبعا بنعتمد على التقرير الأساسي لوزارة الصحة حول الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وما يتعلق بها. أنا سأقدم الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية ليقرأ بيانا. قبل ذلك أنا أريد فقط يعني أن أقول نقطة واحدة، أنه خلال الأيام الماضية ازدحمت يمكن الأسافير وصفحات التواصل الاجتماعي ومع الأسف حتى مواقع الصحف بكثير جدا من الأخبار غير الصحيحة، ممكن أسميها بشكل مباشر الأخبار الكاذبة والمضللة. وأنا أريد أن أعبر عن أسفي، لأنه يعني صحف ومواقع الإلكترونية يفترض أنه لديها اسم يعني تتعمد نشر مثل هذه الأخبار والتقارير. لجنة الطوارئ الصحية ما اتخذت قرارها إلا اليوم، خلال الأيام الماضية كانت بتتداول وتستمع إلى تقارير، وإذا ما اتفقنا على قرار يعلن مباشرة. ونحن أيضا يعني نلتزم بالتراتبية. لجنة الطوارئ الصحية مكونة بقرار من مجلس الأمن والدفاع، ولذلك نحن ما نتخذ من قرارات نعتبر توصية ونرفع إلى مجلس الأمن والدفاع هو صاحب القرار الأخير، ولهذا لم نتخذ قرارا إلا اليوم، وتم رفع القرار إلى مجلس الأمن والدفاع والتداول حوله. وأنا الآن أقدم الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية ليقرأ البيان. فقط أريد أن أضيف أيضا بأنه غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت بالتحديد الساعة 7 مساء ومن على منبر سونا هنا سيكون لدينا مؤتمر صحفي فيه كل الجهات الممثلة في اللجنة العليا للطوارئ عشان نشرح بالتفاصيل الأوضاع الصحية وما تحقق من تقدم، إذا كان في زيادة في الإصابات ومسبباتها، ما تقوم به وزارة الصحة والوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة سواء كان بعملية مواجهة كورونا أو متعلق أيضا بالإجراءات اللي عندها علاقة بالحظر حظر خلال هذه الفترة. هذا سيكون غدا إن شاء الله الساعة 7 مساء. تفضل الدكتور صديق تاور. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الأمن والدفاع، اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، بيان رقم 4. استعرضت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبر لقاءاتها المكثفة خلال الأيام الفائتة وبناء على تأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع العامة في البلاد من النواحي الصحية والاقتصادية ومصالح الأفراد والجماعات، خاصة مع ما فرضته من إجراءات استثنائية استمرت لعدة أشهر. خلصت هذه اللقاءات للآتي: أولا، تسمن اللجنة الأدوار البطولية النبيلة التي ظلت تقوم بها الكوادر الطبية السودانية في الدفاع عن الشعب السوداني منذ اندلاع هذه الجائحة المدمرة، وهم يعملون في صبر وباحتمال يمليه عليهم ضميرهم المهني وانتمائهم لتراب هذا الوطن. تسمن اللجنة أيضا دور قواتنا النظامية بمختلف عناوينها في الدور الكبير الذي ظلت تطلع به في إسناد خط الدفاع الأول الكوادر الطبية بتفعيل الالتزام بالمجهودات والتوجيهات وإنفاذها والسيطرة على المعابر والارتكازات على امتداد البلاد. كذلك تسمن اللجنة دور القطاع الخاص بكل شرائحه رغم ما لحق به من ضرر وتعطل مصالح كبيرة، لم يتوانى هذا القطاع عن المبادرات والمساهمات المقدرة التي أسهمت كثيرا
في توفير المواد الضرورية لهذه الجائحة. قبل كل هؤلاء تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها للتفهم الذي لمسته قطاعات واسعة من المواطنين للصحية التي اتخذتها من بداية هذه الجائحة، ودرجة الالتزام الواعي للكثيرين ما أسهم في السيطرة على انتشار الوباء إلى حد معقول ولو أنه دون الطموح في جغرافيا محددة. نأمل أن نتمكن من احتوائها بأجل ما يكون. وعليه فقد تقرر الآتي بخصوص الإجراءات الوقائية على مستوى السودان للمرحلة المقبلة. أولا، تمديد فترة السماح بالحركة الداخلية في ولاية الخرطوم من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 ظهرا بدلا عن 1 ظهرا، مع الإبقاء على بقية الاشتراطات كما هي عليه، وذلك للفترة من 3 يونيو وحتى 18 يونيو الجاري. ثانيا، يظل قرار منع التجمعات قائما مثل المناسبات العامة والأندية وغيرها كما هو عليه. ثالثا، يظل قرار إغلاق الكباري إلا للفئات المستثنى، وكذلك إغلاق الأسواق الكبيرة كما هو عليه. رابعا، حركة نقل الركاب بين العاصمة والولايات وبين الولايات بعضها البعض تظل متوقفة كما هو عليه خلال هذه الفترة. هذا، وسوف تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الغد بمنبر وكالة السودان للأنباء لتوضيح كل الحيثيات وراء هذه القرارات، ونسأل الله أن يزيح هذه الجائحة عن البلاد والعباد بأجل ما يكون. ساعات